شوف الكولي راسي في هاشاك في الكره كان مرحب الكولي شيفوله ويدي مكبلين من اللور وكرعيه. شوف البواد نتاع الكريزيل والماء والله شوف يعافيكم ان شاء الله من هذا الامر هذا. واللي عقبوا المرحله تاع الكريزيل وتاع الماء هم يعرفوا واش كاين. والله العظيم شوف حتى حسيت بالموت حسيت بالموت يعني جات ميت ميت والله غير شوف يعني داروا فينا المنتي واحد يحاكم لي راسي كذي تاع تاع اسمه تاع الشكاره هذه تاع الشفارات تكون شيفوني اللي حاكم في موك تاع شيفونه ويكبوا الماء ما يحبسش الماء دايرين واحد الباسينات كبار في الليجي في ايطاليا هذوك السيترنات هذوك يفرغوا 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 خلاص حتى تبغي تموت وهما ورم صحابك ورم لا ورم لا واش درت ما كان والو اسيدي واش درت انا شوف حتى ما لقيت واش ندير ما لقيت واش نقول له واش درت انا قلت له اسمع اوكي يعني انا قتلته انا اللي قتلته انا اللي قتلته نعيطك قال لي وين اللي قتلت واش قتلت قلت له انا اللي قتلت بوضيع انا اللي قتلت بوضيع قال لي ما عاد ما تاخذك في بوضيع انا على بالناش فيك انت أنا ولا واحد من الدركيين تسمى من كثرة العذاب وليت انت تختارع من راسك هكذاك قلت انا ممكن امر كبير هذا اللي يحوسوا عليه والله واش كان انا درت بوضياف انا يكتلت وقول له ما نكتلت على جل باش يتوقفوا على التعذيب باش يحبس العذاب راني في يعني سبحان الله والله العظيم عذاب يعني انا حرت من يجيبوا العذاب هذا انا قلت ممكن جدا هذوك مديرين لي كاغول مو جزيريين ما مستحيل في الواتفين يضربوا واحد جامي سمعنا بالشيفونة هذي جامي سمعنا بالجريزيل جامي سمعنا بالتريسيتي أنا بسنسي وأنا مريض وبنيتي ومعقابي بالتريسيتي بالماء بالجريزيل بالضرب وأنا واحد من الجدر من هذوك الدركيين هذوك سنجون حكمهم كل حدي هذا بالمصمود بدي أدي الله في الرغم يهودي هذا ولا أنا يهودي ولا ولا وهزني كشاك في تخلي لك تركيبات ما عرفت انا راهني اصلا ولا ما عرفت حديث هزوني طيشوني في الزنزانه ما على باليش بروحي ما فطنتش والبرد ويجيك 16 ديسمبر الثلج والبرد تكوني في الزنزانه هكذاك مشمخ حتى الصباح هي عاد الصباح وما جاو لي حلوا البيبان هاي 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 وين انت هاي هزوني وين يقلبوني قلبوني الدركينة المجموعة اللي فرت من الجبل تحكموها مش يعني كانوا معايا في الجبل راح لحقوا حتى الدركينة كانت الأخ نوردين نعم لحقوا حتى الدركينة من هو شوف أنا باش نروح نعرفهم والله نتعرف عليهم والله لقيتهم سيدي حكموا واحد آخر يعرفهم من الجلفة قال لهم جاوني سوق الزنين في سوق الزنين لقيت زوج مقتولين هذا الشيخ محمد هذا ابو مروان ربي يرحمه ويرحمه ده ومراد في الاول من العلمه يدعى رضا هذا في زوج لقيتهم مقتولين بالرصاص هذا جابوهم في فرقونه واحده اخرى نصفي داهم جابوهم داهم حيين وقتلوهم هم جاوهم في الطريق جاوهم في الطريق أبو يهرب ولا ذاك كتر قلت لي أنا أخرين منهم مروش موردين مروش مروش ايه مروش هذا من السوق هراس اوكي منهم بوجاجات محمد من بن عباس المدعو بيدان ومن كذا المدعو صفوان ومنهم هواري مصطفى من السنية من وعر هذا مدعو ابو عمير هذو قتلوهم هذا مهم جابوهم معايا حيين في ثلاثة جابوهم في ثلاثة عرية ركبوهم معايا المهم ما طولتش انا ما فهمت اول هزهم جينا واحد ما عرف جنرال ولا فيه بزاف هذوك الهلال والنجمة ولا شني الحق لينا هذا قدمك فينا وسبنا وزاد فل علينا قلت انا واحد كيما هذا ضابط كبير هذا كان في الجيش تاع الجزائر هذا ما عندناش في الجيش كذا راه مخبي المهم هزونا من ثم مشينا شوي ولا حد حبس
جو داربي حل عليا هذا المنوط كانوا من اللور قلبوا لي من قدام وعطاني كاسكوراطات تاع بريتوملات قال لي راك ممكن صحابك قال لي راك ما عندكم في فيه مضاربين ما كنتوش وسكر علينا ومشيت السياره وبقيت ممكن فيها ما انا بواحد يا اخويا انا ما عرفتش والله يقول لك انا كنت مودع انا لحقت في الموت في البحر لحقت الموت انا قلت خلاص ما غادي اجوع على والو انا غير صبت فيه والبوك مزيان طرقين وبدي يضربوني في الابريكا ولا تشيلوا عليا في الابريكا ونقولها باش يشدها يشدها خالتي ويشدها حقوق الانسان ويشدها كل الناس تيريو عليا في الابريكا واللي يشد على ذلك السبيطار ورجال الحمايه المدني لي بومبي أزوني في السيارة الإسعاف عيطوا لها جات داوني من السبيطار وفي الطريق هذاك البومبي هذاك حكم لي صبعي ويعرفني يعرفني قال لي بيني وبين التونسي شاهد شاهد التونسي شاهد شاهد حتى دخلت للسبيطار الناس الفراملة المرضى يهدوا فيه والدنيا أنا ما عرفتش روحي ما فيش المهم عقبوني ديال الإنعاش داروا العمليات نحاو لي الطيحان مشترك في إمارة انترن داخل ضربوك في البريكات تاع الجدرمية لا بريكات داخل لا بريكات تاع الجدرمية داخل الذكر هذه هو الواحد ما قالوها عليها بصح انا هذه نقولها ضربوا هما يدرقوها ربي ما يدركش الحقيقة تظهر بهم تتعالى المهم عقبوني للسبيطار داروا لي العمليات ونشكر بهذه المناسبة الطاقم الطبي والطاقم الشبه الطبي تاع السبيطار والمستشفى شكرا جزيلا وجزاهم الله عنا كل خير هذه شهادة لله قاموا به الحمد لله أختونسي البريغاد هذه اللي ضربوك فيها وحاولوها أنه يقتل أو قل لهم يا كجمة يخرج والله يهر والله يسهر يا والله قل لهم غير راقب حبا للرأس كبار حبا للجبار قد يحلف فيها يومين ما تهنيش هذا رأسي والله ما قيادتها والله ما عارش كون شوف بالجمعة يهزولي ديريكت مور ناوزوني في الدراو وهبطوني ديال اسم الله بريكات لا شرايا طبع من السبيطار وانا بجيس الخيوط هزوني في القرعة لو كدو كومري في فوق الماسك فوق الدرا تاعي والدمع بين الدم الاول هو في حالة ينسى له في حالة ينسى له والله العظيم تشهد لهم غدوا عند ربي سبحانه وتعالى